ينضم إلينا من بغداد العميد طيار جبار مصطفى، عضو الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة النازحين، تابع القوات المشتركة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا طلعنا من مراسلنا على الوضع في الميدان، على وضع المواطن بعد دحر داعش، أنتم الآن بهذه المرحلة ماذا تفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك سيدتي. أهلا وسهلا. بعد إعلان السيد القائد العام، اهلا وسهلا، بعد اعلان السيد القائد العام للقوات المسلحه النصر وتحرير كامل الاراضي لبلدنا الحبيب، والحقيقه هو نصر لكل الشرفات في العالم. والذي ثمن فيه الدور قوات المسلحه وابنائنا المقاتلين. الحقيقه كان منذ بدايه عمليه التحرير كان الفريق المشترك لاجلاء وغاثه النازحين يدا بيد وعلى خطوط التماس، حيث وصل عدد النازحين إلى 1,200,000. تم استقبالهم وتوطينهم في مخيمات وإغاثتهم الصحية والطعام. وفي الوقت الحالي طبعا وصل عدد العائدين إلى مناطقهم أكثر من 2/3 العدد. الآن نحن في مرحلة جديدة، إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بعد توفير كل مستلزمات اللي يحتاجوها. أنتم توليتم موضوع عودة النازحين، يعني على الأقل 1/3 النازحين الذين عادوا حتى الآن كما قلت حضرتك سيادة العميد؟ نعم نعم، نحن الفريق المشترك برئاسة السيد الفريق الركن باسم الطائي بالتنسيق مع 9 وزارات حكومية. نعم. أها، العدد المتبقي يعني بالأرقام عن أي عدد نتحدث؟ إلى أين سيعود؟ كيف الوضع هناك؟ ما أبرز صعوبات؟ يعني أي مناطق فعلا هي ستكون من آخر المناطق التي ستحاولون إعادة النازحين إليها؟ الحقيقة آخر مخيم لنا هو مخيم الهول الموجود في سوريا، حيث تم إعادة أبنائنا العراقيين النازحين إلى تلك المناطق وتوطينهم كمرحلة أولى في مخيمات الجدعة وقسم من حمام العليل لتهيئتهم وتأهيلهم وإعادتهم إلى قراهم التي تم تحريرها بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المقاتلين. إلى أي درجة تنسقون أيضا مع قوات حفظ الأمن ومسك الأرض؟ يعني لتأمين المناطق لإعادة النازحين يجب أن تكون يعني كاملة، مش بس فقط تحريرها من داعش، من فلول، من عبوات، من أي أمور أخرى. تنسقون مع جهات أخرى؟ نعم نعم، نحن ننسق مع قيادة العمليات المشتركة ومع قطاعاتنا الماسكة للأرض يدا بيد، خطوة بخطوة. بعد التحرير عندما تبدأ الهندسة العسكرية بتطهير الأراضي والمناطق والدور وتسجيل المنظمات الدولية التي هي معنا، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية معنا، تقدم الإغاثة الصحية والغذائية. قومون طبعا لدينا فقط من وزارة النقل، لدينا 9 وزارات، هي وزارة الصحة والهجرة والمهجرين والنقل، أكثر من 150 باص، هذا ما عدا السيارات العسكريه التي تقوم بنقل ابنائنا الى مناطق سكناهم بعد تطهيرها وتوفير كل المستلزمات، علما ان هناك منظمات دوليه تقوم بالتعاون معنا في بناء البنيه التحتيه، مثلا محطات المياه او الكهرباء والى اخره، تقوم بعمليه اصلاحها. كيف هو حال العائدين سياده العميد؟ والله بالنسبة للعائدين، يعني أنتم تقدرون أنه شخص بالنسبة لخارج العراق كان في مخيم الهول أو كانوا تحت أثر داعش في مناطق الجزيرة والمناطق الحدودية، في حالة كانوا يبقى لها، في حالة يبقى لها، يعني عبارة عن ناس جايين من ما خلف من قبل التاريخ آلاف السنين بلحاهم وثيابهم الرثة، والحمد لله والشكر. شكرا لك. السيد القائد العام للقوات المسلحة أكد على الجانب الإنساني لأبنائنا، ولذلك الحمد لله والشكر احنا مرتاحين وأبنائنا مرتاحين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وأبنائنا المقاتلين.
شكرا جزيلا لك من بغداد سيادة العميد طيار جبار مصطاف، عضو الفريق المشترك لإغاثة وإجلاء النازحين تابع للقوات المشتركة.